توضح اكثر، ما عنديش موقف ممن يطرح السؤال، باش تكون ما عندي حتى شي موقف من حتى شي واحد. والاخوه اللي وقفتهم كاين السي فريد الواليجي، وقفته على قضيه البساتين في علاقه خالد بن الوليد. واش خالد بن الوليد كتقول ما نديروش ونديرو البساتين ياك استاذ؟ ووقفت سي كرمون لانه ما طرحش سؤال عليا نهائيا، ماشي غير انا اللي الاخوان كاملين كنقول له طرح عليا السؤال، انا غير سولني انا نجاوب، ما تسناش احكام، هو بدا بالاحكام. على داك الشيء كنت انا واضح معه. وهي مناسبه باش نقول لك السي كرمون، اولا رحم الله السي سليمان العبدي، بارك ورحمه الله، اللهم امين. وهي مناسبه كذلك لكي اتقدم الدعاء للافراج على السي توفيق بوعشرين، واللي كنتمناو له محاكمه عادله والافراج عنه، لانه احنا باقي كنامنوا بان قضيته قضيه انه بريء. محاكمه غير عادله، السبب هذا اللي كنطالب بانه خص تكون محاكمه عادله، وكنتمناو له يفرج عليه الله. وبالمناسبه انه حين طلبته مره واحده المهداوي كذلك، قلنا لا انا غير حيت علاقه به. والسي سليمان اللي دخلت انا عند توفيق بمباركه بعض الاخوان الصحفيين، لان السي سليمان مسكين كان كيعيش واحد الوضع صحي قبل ما يموت الله يرحمه، في اتصال هاتفي طلب توفيق قلت له دي السيد مريض ما توقفوش، زيد نسالو كيخلصو واخا ما كيكتبش المقالات، وانا ما كنطلب حتى شي واحد، ما كنوقف حتى شي واحد، لان عندي موقف من اللي من باب يكتب كنوقفوني، ما كتبانليش شي حاجه من الناحيه المنهجيه ماشي هي، والا راني جوج ساعات وانا كنسمع وفي الساعه كنسمع، هذا من الناحيه المنهجيه. فيما يتعلق بالاسئله سي المبارك، فيما يتعلق بالنقطه 22 اورجئات، من ناحيه اللي هي اورجئات بما فيها كاع الشيء اللي طرحتي معها ديال الشركاء، ان شاء الله تندرسوها مزيان وغنجيبوها. فيما يتعلق بتنا الكاميرات، كانت واحد الاتفاقيه على الدراسه ديال الكنس الكبير كنت تبعتها، كان فيها 150 مليون ديال الدرهم، وحنا درناها في 15 مليار، لان فيها تجهيز ديال المدينه كلها، فيها واحد السونتر، واحد القاعه ديال المراقبه اللي طبعا غتكون الاولى في المغرب، صحيح كاينه قريبه ليها في الدار البيضاء، ولكن من بعد ما ناقشنا قلنا بزاف 15 مليار باش نديرو التجهيز، فاتفقنا من بعد التشاور مع الاخوان ديال الامن اننا غنديرو اتفاقيه فيها 10 مليون ديال الدرهم، وتمت. كاين مساهمه الجامعه، كاين مساهمه الجهه، والسي بي اس وجد الاعلان عليها ماشي بيدي انا. بالنسبه لباقي استخلاصه، باقي استخلاصه حنا بصدد التهيئ واحد اليوم دراسي في المدينه حول الجبايات المحليه ديال الكناس، واللي غادي كنا كنأملوا باش دار مع وزاره الداخليه، ولكن هذا التأخر كينفعنا باش حنا نخموا ليها بوحدنا ونديروها ان شاء الله، ونوقفوا كاع الاختلالات المتعلقه بالمداخل ديال الجامعه وماليه الجامعه. المشاريع المقدمه على جهه الملك مكرسي منها سيدي بوسكري، انا سجلت خمسه كنتابعهم شخصيا. وبالنسبه لسيدي بوسكري تحويل ديال السوق، لانه كاع المشاريع اللي شفنا في سيدي بوسكري كلها خرجات الا ما يتعلق بالسوق، هذيك بعض الاطارات شنو غيدير فيها داك الشيء شنو جهه الملك. انا اللي اول شيء هو نحول السوق، درنا الصفقه المره الاولى خرجت ما طاحتش على يعني تعاودت، الملخص هو انه تعاودت. دابا الان الصفقه ديال التحويل غنحولوها للمكان اللي اختاره المجلس السابق نهار الزيتون، وتما فاش غتكون هذيك الارض ديال الاملاك المخزنيه خديناها دارت الصفقه، والامور غدا في طريقها. هذا هو كل ما يتعلق مجلس اعلى للحسابات، مجلس اعلى للحسابات كتجينا منه عده مراسلات، منها واحد المراسله مهمه اللي مشات لجميع الجهات وجميع الجماعات تتعلق شنو هي، عطاونا واحد لائحه شنو هي الدراسات، شنو هي المشاريع، شنو هي المشاريع المتوقفه، شنو هي المشاريع المتعطله، عطاونا واحد كانفا
فجاء داك واحد من القضاة جلس هنايا باش كيجمع كاع هاد المعطيات جمعها قدام. هذا كل ما يتعلق بجزء على الحساب. سير جديد فيما يتعلق بسيكوميك جوج مليون ديال الدرهم وجدوله، حنايا اللي دايرين مليون ديال الدرهم 500,000 درهم 500,000 درهم. نفس الامر بالنسبه للجهه. انا هاد العمليه هذه انا قلت غادي نتبعوها ان شاء الله. مشيت انت ونقصت على السي حسن. السي حسن محمود نفس الموضوع. فاذا حنا درنا الجدوله ديالنا، الجهه حتى هي عندها نفس الجدوله مليون ديال الدرهم 500,000 درهم. هذه الجدوله اللي عندنا. طيب هاد الجدوله اش علاقتها بالاداء؟ الاداء تاريخ الاداء واش غيتخلصوا من اكتوبر؟ لا اظن، لان انت كتعرف في القانون ان الاجره مقابل عمل. فاذا حنا كنا كنحوا علاش كنا كنفكر نقول لهم هاد الناس خدموا في اكتوبر خلصوهم، ما خلصوهم في اكتوبر، ما خلصوهم في شهر ثلاثة او شهر اربعة، خلصوهم في شهر اكتوبر ديالهم لانهم كانوا خدموا. فاذا مقابل خدمة كاين الاداء. لا اظن، انا ما كنعتقدش بانهم يخلصوا من اكتوبر، لان لو خلصوا من اكتوبر زعما ما غادي يخدموا ويخلصوا. طيب فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات، انا اللي خديت على عاتقي هو هذا السيد هذا، غنجلس معاه مع الفرقاء اللي معايا في المجلس ونسمعوا له كمدير شنو باغي يدير الى غير ذلك، لان عنده وجهه نظر. انا ما بغيتش ندخل في هذا البوليميك اللي واقعه، يعني هما كيقولوا غرر به، وانا قلت لكم في البوست الصحفيه اللي فات وكم بيري بي كيقول بانه غرر به. هذه العمليه حنا ما داخلينش تحديد المسؤوليات فيها القضاء الى غير ذلك. فحنايا اللي كيهمنا هما العاملات والعمال ديال هما اللي كيكونوا في الدرجه الاولى، هما اللي كيكونوا في الدرجه الاولى. درنا مساهمه في رمضان ديال الكفه، ودابا كنقولوا خصنا نديروا حنا المساهمه ديالنا. قلت لكم بانها راها يعني ماشي شي حاجه سهله كقرار باش نتخذها، لانه ليست سهله. والاخوان كيقول شنو هي الكونتر لا كونتر بارتي سي حسن هو العاملات يخدموا ويتخلصوا ويستمر هذا الشيء. لذلك حنا عندنا ميزان، لانه ما عندنا معنى انه نعطيه الفلوس ويدوزو في لوكو ديالو، ما عندنا معنى انه نعطيه الفلوس وانه ما يخلصش عمر، ما عندنا معنى انه نعطيه الفلوس ويخدم شهرين ولا ست شهور. فلذلك حنا مع السلطات، دابا وما كانش ضمانات من طرف وزاره الداخليه راه ما يمكنش نمشي انا، نقول انا متواضع. اللقاء الاخير ديال يوم الجمعه 4 يوليو كنت واضح، قلت السيد الكاتب العام هذه العمليه هذه راه فيها عده اشكالات، راه غنخلقوا واحد السابقه اللي ما غاديش اللي ما غاتكونش غير على مكنس، غاتكون على مكنس المقاولات كاع اللي مكنس بقاو يجي يدقوا علينا كاع كنا في الجامعه، واكثر من ذلك يدقوا على الجهه، واكثر من ذلك غنكونوا حنا بوابه للمغرب كامل. فلذلك المرشوتين راه اذا قلتوا الاتفاقيه حتى ما يتعلق بالسي ان اس اس راه حتى هو جديد ما عمر كان، غيدير مع اول مقاوله اول شركه. فاذا هذا كله سيكون له اثار على المنظومه القانونيه، سواء ديال التعامل الجماعي مع المقاوله او تعامل كذلك مع الوزاره ديال التشغيل والمجلس الاداري ديالها مع ما وقع في هذا الشيء. درس من اختنا مع القمر مرتب زين العابدين، انا قلت وكنعاود دابا فعاد بن قران الله يذكره بخير كان داير هذه العمليه، وكان الاحصاء كان في كذا وعين هذيك الساعه، وبدات العمليه ديال ذاك من القهوه الاولاني اللي دا سي فاسيس قبل البنك الشعبي هذاك راه تحيد سميتو اكعبون اكعبون هذاك راه عنده فيه عنده اتفاقيه فيها مقرر بالمجلس بانه غياخذ مكان اخر. باش نمشيو في هذيك العمليه غادي نطيحوا في الخلاصات اللي مشي لها كامل، وهو انه كنقول بزاف حوايج ما غاداش. فلذلك انا قلت ما غنحيدش درس، انا غادي نفتح على زين العابدين لانهم ما جايينش جلاله الملك، غادي نفتحوا وفي القريب العاجل. الاشكالات اللي كاينه في درس من بعض الاشكالات منها برش قانون والقهوه اللي تتمنى، غنعطيهم الاسبقيه اللي بغى يمشي من تما لزين العابدين. فخديت الاذن من المجلس باش نخصوا واحد العدد ديال 10% لهذا المعالج، اما باش كل نعالج فيه درس من ما بقاتش الفكره وارده نظرا للصعوبه ديالها. وكان قليل المستودعات ملقب بساتين والدور مهجوره. انا الاجراءات دا
درت على 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 يعني الازون اندستريال ديال السيليبوس كاين درت فيها جمعت المعطيات الباساتين اللي ما عنديش ولكن هي مناسبات اللي كنوعدك بان غنديرو ما يلزم غادي نشوفوها نخرجوا لها الجنه نشوف شكون اللي خاوي شكون اللي ما خاويش واش عندهم رفعيات ولا ما عندهمش رفعيات وصافي تاخذوا الاجراء المناسب بحال السيليبوس كي جبرنا فيها 18 بقعه مازال فارغه استشهاد المرافق العمومية والحدائق عندنا مشكل حقيقي واحد الشتا بزاف هاد العام والصفقة من نوفمبر ما عندناش اللي غادي يديرها نهائيا ما كانتش يعني الشركة اللي غادي شركة سالات معها العقدة ديال ثلاث سنوات ف ملي كان اليوم عاد عندنا نهار الثلاثاء اللي فات عاد الشركة الجديدة فلذلك أنا باسمكم أنا كنعتذر بالساكنة فيما يتعلق بوضعية الحدائق كلها والمقابر ضغط الشتاء وما كانش عندنا شركه اللي غدير هذا العمل ولكن دابا الان هي عندنا عمليه عندنا غادي نديرو بالنسبه للنقل الحضري لاحظتي لاحظتي معنا الدورات خلال ثلاث دورات حنا كنناقشوا هذا المشكل ديال النقل الحضري وعدد من الخبراء ما كاينش كنأكد بان الشركه من جات من خلال 2005 4 يوليوز 2005 واللي بدات العمل ديالها في 11/11/2005 كان في الاتفاقيات 80 حد ادنى و101 هو اللي خصو يدور 28 العدد المشغل من الخطوط ماشي 28 مع الاقل خمسه الخطوط مابقاش لانه سته الطرق ديالها ما كيديروش منها عدد من الاحياء الجديده من هذاك الوقت الان الناس كيطلبوا باش تدخل عليهم ها الطلبات كل هذا الناجح مول قلتها في الدوره مول الشركه مول المقاوله مول باغيين نبدل طبقا للقانون عندنا في دار التحمل تمديد ديال 7 سنوات وغتسالى في 2020 وحنا قلنا ما غاديش نمدو الا وفق واحد دفتر التحملات جديد هذا دفتر التحمل الجديد اشتغلت عليه لجنه مختلطه فيها فرقاء السياسي اللي كان في المجلس كامل بالاضافه للاخ اللي مفوض له السي رشيد الطربي مع الشركه والصعوبه وجدوا دفتر التحمل خصنا ندوزو في الدوره نصدقوا عليه مي غنصدقوا عليه غنضربوهم باستثمارات متعينه باش تدخل باش يدخل لتلك الاحياء عدد من الاحياء ما كايناش في 28 خط اللي هو كاينه في الاتفاقيه هضرنا العام قضية الدعم بعض الجمعيات وكثرة المهرجانات ولماذا النقاش اللي كان حول سيكو ما يكونش حول مهرجان الناس هذه ثمانية حنا كلشي كنناقشوا يمكن نجيو في الدورة القادمة ونناقشوا مهرجان الناس شنو غنديروا فيه غير ذلك دابا الان الفكره هو ان يتحول الى مؤسسه هي اللي تكمل في عوض الجامعه فخدينا الاذن ديال مجلس العماله عند عام 300000 درهم امام الدعم اللي كتعطينا الجهه ثم شركاء من الخواص اللي يمكن يكونوا يمكن غنديروا مؤسسه ان شاء الله هي اللي غتكمل فيه ويكون فيه النقاش مفتوح وفيه الشفافيه الكامله سي فوزي بالنسبه لتواريخ الانجازات والاشغال حنا بالنسبة إلينا البالون معلق ها هو معلق فيه 8 أشهر ولكن 8 أشهر عمل 8 أشهر يوم عمل كيخدم فيه عندنا 4 أشهر تحيد ديال الشتاء خصو يكتبوها بس شنو يكتبوها؟ 8 أشهر عن يوم عمل لا أستاذ أنت صحفي خصك تكتب 8 أشهر أنا الرأي العام لا الرأي العام ما شغالوش الرأي العام ما شغالوش طبعا عطيني غير الخبر قانون ديال الصفقات العمومية المرسوم ديال الصفقات العمومية إلا لا ديال 98 ولا ديال 2007 ولا ديال 2013 الحالي محدد البالو اش كيكون فيه اللي كاين في القانون هو اللي كاين تما أنت سولني ونقول لك شنو هي 8 أشهر أما تقول لي خصو يكتبها تما باش المواطن يعرف ما كايناش القانون كيقول له كيخص البالو ها الحجم ديالو ها شنو خصو يكون فيه صح هو هذاك الشيء اللي أنا باش نعرف كنقول لك من يوم عمل يعني الايام اللي كيشتغل فيها اللي كندير له فيها دور الداري وكندير فيها دور تربيس الا سمعتي السي الرئيس ما كان ممكن غير اشاره يوم عمل معناها كتفي واحد ما غاديش تحيدو ليا ما غاديش بركا السد كيخدمو ما فهمتينيش دابا انت مشيتي عاوتاني يوم عمل اللي كاين في القانون ماشي يوم عمل اللي كاينه في القانون الاداري وفي التبليغ وفي القانون ديال المحاكم ماشي على كان راه كنهضر على الاشغال كنهضر على الاشغال راه كيخدم الحال
فهمتي من غير دابا حنايا الشتاء ملي كطيح كنديرو لور الداري وملي كتهنى كنعملو لور التلفزه هذا هو. ولكن السيد الرئيس في النقطة هذه إذا سمحتي كيكون واحد البلاكة ديال الاعتذار كتكون مكتوبة إذا كان شي تأخر ولا شي حاجة ودابا غنواجه كيقول لك من ديام أنت راك مقلق أنا كذاب لا كداش طلب مني شي حاجه كاينه ما كاينش في القانون ما كداش نهائيا صافي ما كداش هي ما كداش سولوني انا جاوبكم ملي كطيح الشتا بواحد الكميه كيبقى الاطراف كتعقد واحد اللجنه كيقولوا لي السيد الرئيس دابا يصعب العمل كيخصك دير له توقف كندير له توقف على ماكسيموم 10% تاع لي زونتومبيري ان ديبي دو 10% ما يمكنش يا يوسف الله يهدي راه ما يمكنش واش 4 شهور حتى كطيح ماشي لي زونتومبيري لي زونتومبيري هي اللي جات دابا كطيح شتا خارج الوقت ديالها في الوقت ديالها طاحت 4 شهور نهار على خوه ما يمكنش يخدم الله يهديك10% سي يوسف 10% في الاشغال ماشي في ايام العام الصفقه فيها مثلا هذيك كنا دايرين لها 65 مليون ديال الدرهم مشات في 50 مليون ديال الدرهم 49 مليون ديال الدرهم منين كيخدم شحال شات في الصفقه من حق يزيد 10% من لو مونطون ديالها ما عنده علاقه بايام العمل ولا حتى شي حاجه هذه 10% لافنون كيدار على الاشغال هذا بوحده العمل اوقات ديال الاشتغال ديالو محدده في دفتر التحملات دفتر التحملات كيقول 8 اشهر اذا خدم نهار على خوه 8 اشهر نيجا خصو يعطينا لا ما خدم فوق 8 اشهر 3 اشهر كنديروا له لي بيناليتي اللي بغينا نعرفها لي بيناليتي بروطال هذه كاينه في القانون كما هو كيطالبني بلا ريفيزيون دي بري كيقول لي راه الثمن زاد ديال المازوت ولا بلاوات ولا ما عرف شنو ولا بكاياس ولا عنده واحد الميزات ديالو انا عندي هو عنده لا ريفيزيون دي بري كيمكن يسد عليا وانا عندي لي بيدالي باش تكون الامور واضحه دابا بغيتو نديرو درس في صفقه عميه انا جاهز بالنسبه للمدينه العتيقه طيب بن الشيخ والتمويل وهاد الشيء هضره واش غدير شي حاجه ولا ما غديروش انا المدينه العتيقه تكلمت عليها في امرين هذاك الشيء اللي تقدم امام جهه الملك واش درنا حنا كاتفاقية بغيت نعطيكم نسخة منها فيها التزامات ديال الأطراف كلها دوزنا في الدورة حنا دابا كاين أطراف أخرى وزارة الداخلية مشكورة أدت الموافقة ديالها باش تعطي المساهمة ديال 60 مليون ديال الدرهم الباقي قلت لكم بأن غادي نشوفوا كان هو برلمانيين غادي نشوفوه ما خصنيش نتكلم باسم البرلمان أنا رئيس جماعة لكن كنقول لك رئيس الجماعة نسقت مع بعض الإخوان باش نمشيو ندقوا البيبان ديال وزراء آخرين وهنا هذيك المريرات الصغيرة غادي نديروا بها التهيئة ديال البنية التحتية ديال بعض المرافق بالنسبة لمهرجان الكنائس السنوي عندنا كثرة المهرجانات ونجي السياحي ما خدامش أنا نجي السياحي يسولو هو يجاوبك أنا في نظري بالعكس أنا هو كيسالي واحد 30 مليون باقي ما عطيتهالوش كان عندي مشكل مع الخازين اما داكشي اللي كان اللي الامل ديالي انا كرئيس مجلس ما بدا كيديرو هو الدلائل اليوم خرجها وهذيك الدلائل مهمه جدا كتعرف بالمعالم ديال الكناس يمكننا نزيدو نتكلموا معاه ولكن الاتفاق الى هذه ما فيها بزاف الحوايج من هذه ولكن بغيت تسول الخدام ولا ما خدامش تسولوه هو وجاوب مهرجان الكناس السنوي بالفعل كان لقاء مع السيد العامل مرتين وكنحضروا بعض الفنانين الكبار ديال يعني ديال الوطنيين واللي طلب منهم باش يعطيو وجهه النظر ديالهم حول خلق مهرجان خاص بالناس وعطاو بعض الافكار لان عندنا عدد من المهرجانات لكن هذه العمليه ما مشاتش الاهتمام بالدول الاحتياجات الخاصه صحيح هذا تقصير عندنا في الجامعه تقصير عندنا
في التهيئه ديال المرافق بالنسبه لدول الاحتياجات الخاصه. وانا كنقول لك لانه حنا هادشي ديال اللي هضرتي عليه ديال ثلاث اسابيع او اسبوعين الى غير ذلك، كان التصور ديالي بانني غنديرها بهذه الطريقه. اليوم عندنا التهيئه ديال كاع داك القصر البلدي كله، دابا دايرين له واحد المليارويتين باش نديرو كله، ملي غنديرو ان شاء الله يكون حاضر في هادشي. ولكن هذا لا يعني بان عندنا تقصير، انا متاكد بان هناك تقصير في تجهيز الادارات ديالنا ديال الجامعه بالممرات الخاصه بالرجل. وحنا ملي غنديرو الباك هذاك برنامج عمل ديال الجامعه للناس، فيه عدد من الاجراءات تخص العلاقه ديالنا مع الحكومه وخاصه وزاره الاسره والتضامن. هذاك غادي نمشيو نزلوه، وفيه هادشي ان شاء الله ملي غادي نخرجوه من هنا لاكتوبر غنعطيكم التفاصيل شنو درنا كاع مع اعضاء الحكومه فيما يتعلق ببرنامج عمل جامعه تكلاس، بما فيه هذا الجانب المتعلق بدول الاحتياجات الخاصه. الساحه الاداريه والشعار، هذاك الشعار ماشي درتو داك بدا في التسعينات، ومنين دار راه من هذيك الساعه او من الثمانينات منين دار وهذيك الساعه حتى دابا تجربوا عاد خص ما ديروش حكم من الناس. انا جبرتو هكا كيدار كان عنده واحد السياج الطار لا دابا كان عنده واحد السياج هذا السيد الرئيس عادوا نسموا بين هذا 30 عام انا على الاقل ما كاين اللي كنشوفها الساحه الاداريه يوما ما. بالنسبه للمنطقه الخضراء، الساحه الاداريه والمنطقه الخضراء ديالها كاينه واحد الاتفاقيه مع مجلس العماله، الدراسه راه دارت راه ستعلن واحد 10 مليون ديال الدرهم مليار ماشي حاجه كثيره باش نهيئوا النافورات ونهيئوا المنطقه الخضراء. ظروف صحيه راه جاوب عليها الرئيس، ظروف ديالي انا خاصه على علاقه بالمدوره. شكرا سي ترحمني هذا الشيء اللي قال راني جاوبت عليه. اليوم الدراسه حول الرياضه، انا جد سعيد بهذاك الندوه اللي دارت حول الرياضه اللي حصلت العدد الهائل. وكان البارح عندنا لقاء مع الاخوان في الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، واللي كما قلت في المقدمه خرجنا واحد عدد الخلاصات ومن بينها هذاك اليوم الدراسه الخلاصات ديال ان شاء الله لا المطويه ولا الكتاب ولا تفعيل ديال التوصيات سنسعى ان شاء الله فيها. ساحه الهدين والقبات والمرافق الصحيه، المرافق الصحيه دزنا واحد في الهبطه ديال الحفره فيه 8، فما غاديش انتم ملي غيتحل زين العابدين مركب فيه اصلا حتى هو ديالو، وهذاك اللي كاينه في الدار انا مشيت باش نشوف شي مكان ما لقيتش، هذاك اللي كاين في المؤخره ديال الساحه ديال الهدين هذاك غادي نعرفو ان شاء الله. هذاك للاسف الشديد شكرت بانه، ولكن اللي ألمني كثيرا هي الوضعيه ديال المرافق الصحيه اللي كاينه في المدينه العتيقه اللي حدا الجامع هذيك هي نزال على الجبين. انا خديت على عاتقي باش غادي نعطيها الاولويه ونصوبها ان شاء الله. دابا الان راه زدت واحد لاشيتاك بريفي هو اللي كيدرسها، ملي غتكون جاهزه عندي ان شاء الله غادي نبدا. وبالنسبه هي الكلام على المرافق الصحيه بصفه عامه، حنا كنا دايرين مليون ديال الدرهم بس هذا، ولكن اليوم انجزنا اكثر من مليون ديال الدرهم. كاينه عندنا مرفق صحي قابل في المدينه جديدة مقابل مع إقامة المدينة، واللي غاد تما كتعرفوا بأنه كاين تما واحد العدد ديال الكرسيات، فدرناه جاهز غادي تكون في القريب العاجل إن شاء الله، جاهز هذا كامل، عندنا في الحديقة ديال الأمم المتحدة جاهز، الثمانية المرافق ديالو جاهز، الطاكسي كيديرو سيدي قاسم ويديرو الشباب ويديرو الغرب ويديرو إلى غير ذلك جاهز، عندنا مرفق صحي كذلك باب الخميس فيه 8 مرافق جاهز. عندنا ديال المحطة الطرقية فيه جوج جاهز، عندنا ديال الهديد اللي تكلمت عليه فيه 8 مرافق جاهز، عندنا 4 أماكن أخرى غنديرو فيها، كنت غادي نبدا هنا في الساحة الإدارية وغنديرو مضمور، يعني فيه كاين الطاكسيات
جا التعرض ديال شي واحد من السكان ديال الجيش اللي كاين تما، فانا غادي نمشي نديرو تما، غير حولتو اللي كنت غندير تما حولتو غنديرو حدا السينما الملكي، راه بدات فيه الاشغال اللي كروزوك راه كنتقدم فيه، غندير واحد تما، غندير واحد ان شاء الله وبحوله، او المجلس غادي يدير واحد ان شاء الله، وحده حدا باب حدا الدخله ديال الملاح، الدخله ديال الملاح. فتا هو في واحد الانتظار كبير جدا، هذيك الحديقه اللي كاينه في العمارات ديال باب الرحمه، تما غادي نديرو ان شاء الله وبحوله كنفكرو نديرو تما واحد. وكاينه في سيدي بوزكري، سيدي بوزكري كذلك فين كاين الطاكسيات، غناخذو من الحديقه ديال الجماعه ديال الكناس ملحق الزيتونه، تما غادي نديرو واحد ان شاء الله. هادو هما المقترحات اللي عندنا، وحنا منفتحين على المقترحات، بالاضافه ان عندنا 8 متنقله غادي نستعملوها ان شاء الله، بالاضافه لواحد 8 وحده اخرى اللي غادي ناخذهم، باش ندير واحد يعني في وسط الهدين صعب، نديرو متنقل ممكن. بالنسبه للقبات انا كنقول الساحه كلها كيخصها تفكير، وكيخصها نديرو لها وظيفه ونديرو لها محافظه، هذا الشيء متعلقش بيا، متعلق بيا وبالسلطه، فهذا ما يقع فيه من منكرات انا ما متفقش عليه ويحس في قلبي، ولكن انا كنتحمل المسؤوليه. سجل السي كارون بعض الحوايج كنقول انا كنتحمل المسؤوليه. الاهتمام دابا تكلمنا عليه باب منصور العلاج وتفتح الباب، هذا قرار ماشي غير بيد ديالنا، بيد جهات اخرى، اغلاق دائره الامن بالهدين ما فراسيش، ولكن نقول بصفه عامه تكلمتي على فتح مقرات الامن، الامن عنده اختصاص وعنده دراس ديالو، ما دخلش في الاختصاصات ديالو. انا دابا انت سولتيني يمكن نسول الخاصين نقول له ودي، اما هو السياسه ديالو ما كندخلش فيها، بغى شي حاجه من المجلس انا كنوفرها له، بغى نبني، بغى الارض، بغى التجهيز، اي حاجه بغاها لا خطاك على اتفاقيه شنو درت معاه انا ديال السيارات وديال المواطن، هذا حد ادنى، لكن اي حاجه احتاجها الامن من المجلس انا جاهز لها، بما فيها فتح المقرات او بناء او تخصيص ارض، ما عندي حتى شي مانع، او تجهيز او شي حاجه ما عندي حتى شي مانع، ولكن باش نقول له على سديتي هذاك وخصك تفتح الاخر، ما دخلش في الاختصاصات ديالك والسياسه ديالك. الاداره العامه بالمدينه العتيقه عندها المشكل ديال السلام، فيما كيكون السلام عندنا مشكل. عندنا مشكل حنا كنحاولوا نتغلبوا عليه ديال الاداره العامه بصفه عامه، لانه لسنتين ما دارش الصفقه، والصفقه اليوم غادي تخرج ان شاء الله بحوله، دايرين الدراسه ونعلنوا على واحد الصفقه كبيره تتعلق بنمط التدبير. هذا نمط التدبير ما غاديش نبقى انا كنسق غير معنا راضي باش نديرو، غنديرو نمط ديال التدبير ديال شركه خاصه اللي تهتم بالصيانه ديال المدينه ككل. درت من هضرت عليها المقابر ديال الشركه كامل باقي ما وصلوهاش، حنا بعد الاعتذار اللي تقدمت به بالنسبه للناس وخاصه المقابر، 10 المقابر اللي عندنا في وضعيه، ولكن بديناهم دابا انا مشيتو مولاي مريانه قبل ومن بعد ماشي، فلذلك حنا غادي نخدم فيهم ان شاء الله كاملين، غندوزو عليهم كاملين ان شاء الله وبحول. فيما يتعلق بطريق لنا الجميليه، ان هذه الفكره دائما كطرحها السي حامني، ولكن الطريق ما نقدرش نتكلم عليه، ولكن المشروع انا ما ليس في علمي اي تراجع عنه، شي واحد قال راه تراجع عليه، ليس في علمي انه سيتم التراجع عنه. محطه الحافلات بالهدي انا في بغيتي نديرو، انا فيما يتعلق بالرياضه نتكلم عليها بصفه عامه كره القدم، انا كلامي قلته في الدوره واضح، لن نسلم اي دعم او مساهمتي لكره القدم حتى يكون عندنا راي في الرئيس، راي في المكتب، ورأي في طريقة التدبير، ورأي في البرنامج، من غير هذا الشيء ما يكون حتى شي سنتيم. لا أنا كنقول لك خصني الراي هنا الرئيس يكون أنا موافق عليه. يكون راه الأمور واضحة عندي. الرئيس خصني يكون أنا كرئيس والمجلس والمكتب موافق عليه، لا موافقش عليه ما عطي لا درهم لا سنتيم يغوت يدير اللي بغى. السي فريد حديقة البساتين فيها واحد الجزء متعلق باننا ما عندناش صفقه، في واحد الجزء متعلق بالسكان، مادام انت كتكلم عليهم كنسمع كتكلم عليهم في الافلام الافلام بزاف، بغيت تاخذ واحد الراي ديالك، انا بغيت ندير فيهم ملاعب ما بقاش، بغيت ندير فيهم ملاعب ما صالحينش ملاعب
هذاك هو المتنفس الوحيد اللي عند الساكن. الا درت المتنفس دابا الدراري اللي كاين عند المراد. الا درت الملاعب عندهم العيالات وليدات الصغار فين غادي يمشوا؟ راه ما غادي دابا شي هذا هي غادا كبيره، الا خديت منها واحد الطرف صغيور ندير فيه، لانه الدراري راه كيلعبوا في الباركين. كاين ممكن جزء تحزني دابا. قنعهم انا جاهز. الاسواق والبساتين سبعه كسوق نموذجي، انا اللي يطلب مني اطار اختصاصات ديالي هو انه كيطلبوا مني ندير القرارات، واخا انا ما دخلتش كاع في التفاصيل. انا هذه القضيه ديال المكان فين غنمشي اللي بناته المبادره 27 مليون ديال الدرهم جات وزاره الداخليه الجاب لعماله مكناس من اجل اقامه نماذج اسواق نموذجيه، هذاك واحد منهم. ماشي انا اللي كنتحكم في باش يتحكم باش يتسلم، وكانت جات عليا انا من النهار اللي تسلم مسلم ويدخل. ماشي اختصاصي يا استاذ. شارع بير الزهران ومرات الراجلين ولي زافونسي تروطوار غنعاود نفس القصه نفس القصه غنعاود. هاد لي زافونسي تروطوار مديورين الممرات كمرات الراجلين. هذاك السيد اللي جاي وكيطلع فيهم صوركم كان واقف، هو واقف تما راه كاين باركين، راه يمكن يباركين واقف. احنا غادي قبل لافونسي تروطوار هو واقف، وقف كاميون بقى شي واحد يقطع كي غيدير. هذاك مديور لحماية الراجل كيخرج باش يشوف على اليمين وعلى اليسار. لا لا انا جاي، انا جاي تعرف باش يتعرف. انا جاي كنفسر، انا جاي كيصبر عليا. انا جاي علاش درنا لافونسي تروطوار دايرينو للراجل صافي عادي لا تفلا خصو يخرج ويوقف ويشوف على اليمين وعلى الشمال عاد يقطع حمايه لا. طيب اليوم باقي ما تفعلش، يلا البلايك اللي دايرين التفعيل ديالو ولا لاحظتي راه عاد دار رابوطاج هذيك واحد 15 يوم وهذاك تحرش وغيدار حتى هو فيه سوفون دو دودان وغدار له الصباغه ديالو. استاذ راه الروبون ديال سيدي بوسكيري ديال السوق حتى المدخل في المدينه راه مسالي راه شغال تما اش كيتسنى يبداو جزء بجزء. اذا انت سولتني انا كنجاوب تعلقتي مع المقاوله شيء اخر، راه الباركينغ باقي ما داروش شتي من ايام زمان حتى لي زرونجي حتى الليمونه راه باقي لي باركينغ تما ما داروش. ما سولتنيش على الباركينغ، سولتني على لي باس غيتدار غير دابا. واش هو عنده واحد الحيطه الاكراهات عنده دابا باش يدير لاستاسيون يشعلها باش يدير الزفت كيخصو لا دومون تكون كبيره. هاد لا دومون واش غيدير به غير هاد كل المرات غير باش تفهم غير انا نعطيك غير مثال. ياك دابا حنا الحديقه اللي ديال اللي مقابله مع سميتو عليه مع كوميساريه السونترال ياك كتعرف الوضعيه اللي كانت فيها، وكنظن ان السكرون راه يكون متفق معايا بان في الثمانينات كي كانت في التسعينات كي كانت في هاد الفكره كي كانت. وشوف ها دابا وشوف فين كاين الناس ديال سيدي قاسم الطاكسيات هادو علاش دابا عندهم صعوبه وهادي مده كيتسنى الزفت. لا جاي لا جاي يدير غير الزفت راسو غيطيح عليه غالي حتى 1000 درهم للطن، الو هو يمكن 400 درهم للطن كيتسنى باش يشغل. هذا علاش التاخر في هذه العمليه انا كنشرحها لك بالتفصيل الممل. هذا هو فاذا هذه القضيه ديال طريق بقرعه انا تكلمت عليها قبل ما نجي. هذه حنا خدينا بعدا فيها غادي نوزع الملكيه ديال الاراضي تما غنديروها. هذا مدخل مهم ومن وحنايا دايرين في هذا البرنامج ان شاء الله من 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 مرشد مبرو مرورا بلايرين سد سيخرج بقرعة ويخرج الطريق المقالية رقم 6 هذه اللي كنتكلم عليها. فهذيك الطريق كلها أنا غير ما ماشي دائما المقترحات ديالي كندوز ما المقترح ديالي كان عندي واحد 200 مليون قلت نبدا بها أنا واخا ديرها كلها بابا غاتشوفنا وتطلقت، لكن ماشي غير الرأي غير عند بوان راه كاينة أطراف أخرى تتدخل حتى كنحترمو من يكون الفلوس نديرهم كاملين إن شاء الله. قنطرة وسنان والحواديت التسمية إلى غير ذلك، والمشروع اللي كان معاه التوريد واش غيتحيا واش ما يتحياش.
كانوا جوج ديال المقترحات طريق من تحت والقنطره قنطره ديال الجهه كان السي شبعتو كيدافع على القنطره ثمن 120 مليون ديال الدرهم 12 مليار هما ملي ناقشوا قالوا ما كاينش 12 مليار غير كيديروا الممر من تحت داروا 5 مليون ديال الدرهم او 20 مليون ديال الدرهم كله وساهمت في جماعه مكناس ب 5 مليون ديال الدرهم انتهى الموضوع اذا من انا راه هذا ما دخلش فيه راه خصني انا نفكر غير في المدينه ديالي فين نجيب فلوس باش تبان الامور باش السي كارمون يشوفها ويتكلم عليها مزيان عاد نمشي نهضر على شي حاجه خارج الجامعه بالعكس السي هذه القضيه ديال التشوير ديال الاخر انا متفق معك وغادي نجاوب عليها من بعد على سي عبد العالي غادي تحمريه والوضعيه والمضاربات العقاريه وهادشي شوف دابا حمريه حنا بالنسبه الينا هي بارزه فين مشى شوف حنا بالنسبه الينا ماشي غير الاعتبار هي بارزه ولكن خصنا التعاون انا راه باقي ما طلبتش كاع من القطاع الخاص يدير يبدو بشي حاجه في المدينه انا غير في هذه الحمريه بغيت ندير واحد العمليه وخصكم تنوضوا ليا لا عاونتوني راه نوض ليها ما فيهاش هو انه كاين واحد خلينا نقولها بالدارجة واحد التخشيش يحيط بهذيك على الأرض أنا بغيت نقول المدرسة نخليوها مع أني نخليها ونخلي المداخل الرئيسية ديالو ولكن التخشيش علاش يبقى؟ علاش تما هذاك شتو شارع محمد الخامس هذاك الصور قصب وداك الشيء والعفن ولا دخلتوا لداخل ما تقدروش تخرجوا من الريحة أنا راه كنت ديت تراكس وغنهري بهذاك الشيء وغنقيه وغادي نصبغ الاعدادي وعيط جات المندوبه المديره وجابها قالوا حرشت النقابات عليا وداك الشيء عيط الكاتب العام للوزراء قلت له باغي انا لا عاودت ولا نوض ليها نوض القاد هذا غير تخشيش تما ما انا غنعيط بهذاك العام ولا تعال نعيط فيها كيف مدن خاليه صوار هادشي اللي بغيت ندير سي عمر بن عبد العزيز هادشي اللي بغيت ندير شارع السعديين هنا غادي نجاوب على السي فريد الوالي شي شوف شارع السعديين بدا 2002 تعاود دابا اليوم الاشغال فيه ما يمكنش نقول لك غنقيش نهائيا تتسالي الاراضي ياك الاراضي بدات من الفوق ولات هبطت داز الكالري من تحت ولات عاوتاني الفوق وكنا هي سالات عاوتاني ولات بدات رجع لك من 16 ديال الاراضي ماشي ديالي ثلاث سنوات واستاذ دابا سول الاراضي اما انا بارك المجلس الاداري راني غادي قلت لهم ما يمكنش نهائي ما يمكنش هذا المنكر هذا يبقى خصنا السيد العام قال له عطيهم هما الفلوس تصوبوهم هذيك لا غوميزون بان ليطا حنا عندنا مشكل عندنا مشكل مع الاراضي في المدينه كلها كان ميكو هذا شيء مزيان يدير المدينه الصرف الصحي ولكن راه كيكون على حساب داكشي اللي لذلك انا كنقول شارع السعدي ما غنقيش ما غنقول فيه حتى شي كلمه تتسري الاراضي واضحه عندي الصوره اما خالد بن الوليد خصك تشوف الحوادث اللي كيوقعوا ما بين السينما الملكي وما بين عين شبيك راه كيوقعوا حوادث ما كيموتوا الناس كيموتوا الموت فلذلك التهيئه ديالو هذاك الرفيج غنسدو وغندير جوج ديال المطارات فيه هذا هو اللي غادي ندير فيه وفي قنطره ثانيه واش قنطره ثانيه مع الاخر هذه راه مع السكك الحديد هذه اتفاقيه مع روسيا وعندنا في الباك ديالنا وغنطالبوا بها فلذلك خالد بن الوليد جزء فيه اللي هو الدهور غنعاودو ولكن اساسا المقطع ما بين السينما الملكي وما بين القنطره اللي عند شبيك هذا فيه حوادث كثيره خصني نهيئ وغادي تهيئ بالمناسبة راه ما كانوش كانت انا مكلفو كعمران انا اللي مكلفو فلوس ديال الاتفاقية ديال الجماعة وكيقول لك لا هذا وهذا واش دخلوه ما فيهش السمية الاتفاقية وراه دخلنا يجيني السي فريد يقول لك عاوتاني حيدو نوليو عاوتاني غنخلي انقاذ المآثر التاريخيه اللي تكلمت عن ديال العتيقه وتكلمت على السي البحساني القضيه ديال الكوديم والرياضه والمدير وباقي الفرق
انا بغيت دابا نتكلم على كره القدم ولا نتكلم انت على المكتب المديري توصيات ساعمل وعلى التفعيل النادي الكلاسي لا يتوفر على مكتب المديري عندهم مجلس اداري وهذا المجلس الاداري ما كايناش في القانون ديال التربيه هذه هي التوصيه ديال هذه هي التوصيه اللي كاينه في الندوة الرياضية غادي نفعلوا انا اللي كتسالوني المكتب المديري ما خدم عليه حتى سنتيم صافي واذا ما كايناش كاين مقترح من الاخوان غادي نمشيو فيه ان شاء الله القضيه ديال الملاعب الرياضيه وال 2026 هذا الشيء حنا غنديروا مع الحكومه ان شاء الله مع وزاره الشباب والرياضه هو راه التزم بانه كاع الالتزامات التي قدمت اثناء تقديم الترشيح سيلتزم بها المغرب لانجازها حنا ان شاء الله غادي نمشيو فيها حنا ما عندنا حتى شي مانع باش نديرها قضيه السيكوم ماذا عن باقي المقاولات الشركات تكلمت عليها شارع الجيش الملكي والقضيه لماذا تستفيد من كناس لماذا لا تستفيد من كناس كباقي المدن وواحد برلماني من كرسيد كيهضر على كناس ولا شوف دابا انا سولني كرئيس نجاوبك ولكن كبرلماني خليني نقول لك واحد القضيه واسمعها مزيان السي كرمون وماشي كلشي كندافع عليه انا هنايا انا هنا الامور اللي باينه لي كنقولها كنقول راه منكر من كناس من السنين خلي الرساله تمشي علاش باغي تتعرض لها في الطريق تشوش عليها خليها تمشي خليها تمشي في الطريق ديالها انا كنعاودها وام كناس ما خداتش حقها وهادشي كنقولو في البرلمان وكنقولو في كل المحافل خليها تمشي لكل من يهمو الامر علاش باغي تعترض لها تشوش عليها ولا دير لها اي غالب خليها تمشي بلا فيز ديالها اما كبرلمانيين حنا كاين طرق كاين واحد العدد امور ماشي ضروري اخوان التقدير ديالهم اذا طرحتي السؤال باش تحرج الوزير قد يكون رد فعل عكسي والامور اللي بغات تقضى راه كاين الوسائل ديالها كاين الوسائل ديالها حنا كنجتمعوا باتفاق مع السيد عامر مع السلطه غادي نمشي ندقوا البيبان بالطريقه ديالنا هذاك دار سؤال كتابي حنا غنديروا اللقاء المباشر ورجبنا اللي حيت حنا ما بغيش الاصل نحرجوا حنا باغي نطالبوا ماشي انا باغي نوض تما لا انا ولا الاخوان كاملين لا في الجسم ولا مش مشترين لماذا قصيتم مكناس وهادشي ماشي معقول شي مزيان نقولوا ولكن احسن منه هو نمشي نجيبوا التوقيع صح منعرج بسنا تكلمت عليه القنطره الانشطه الجمعويه ومراجعه الاولويات والمهرجانات انا ما عندي حتى مانع انا قلت لكم قلت في التقديم بانه الاتفاقيات اللي عندنا راه دايرين للتقييم وغنديروا الافتحاص ونحددوا الاولويات ديالنا انا ذاك اللي غيمشي معايا ما اللي ما اللي ما عنده وجهه نظر اخرى مرحبا راه حنا وصلنا لكرمور واقع الحال بناء على الجواب على هذه الاسئله كلها كيبين بان المدينه كتقدم وانا نعطيك غير حاجه واحده مادام كتكلم على تروطوار في حمريه من 1986 ولا تبدلات تاجد العبد الضعيف على الدرس انا احسب لي غير تروطوار ما احسبليش كاع على الشارع لا ضو لا حتى حاجه احسب لي انا هاد التروطوار في حمريه من 1986 ما تبدل تاجد انا عندي الدرس باقي راني جاوبت سي تجدي دعم سي كوميك انا تكلمت عليه المحطه الطرقيه علاش ما درناش بحال اللي درنا مع سي كوميك الدعم طبعا ما تحرشوش عليه هادو غير خمسه دابا 750 هادو غير خمسه اللي خرجوا المحطه الطرقيه حنا باقيين كنذكروا حيت هو بغى يمشي بحال هذاك المتعهد بغى يمشي بحال حنا دابا حابسينو كنقولوا خصنا نكملوا معاه الصفقه وحنا كنكملوا معاه الصفقه يمكن نعالجوا هذاك المشكل ديال الخمسه ديال الناس اللي مشاو هاد المناطق ناقصه التجهيز والشهديه جوج والبالوعات والمنصور هاد القريه ديال البالوعات كاين فيها مشكل حقيقي لانه الطريقه اللي عندنا في الصفقه ما كداتش على اساس الوزن الثقيل حنا كنمشيو باش يدير باش يطلع البالوعات كيديرو بالسيما بعض الاحيان ما كيديرش الحديد في غالب الاحيان ما كيديرش الحديد اش كيقول كيقول تما راه كدوز غير سياره صغيره وموطور في حين كيدوز بوانو ملي كيدوز بوانو كيهبط
ولكن هنا ما بيناش الصفقه باش تكون مباراه. وانا كنقول لك المشكل عندنا المشكل. طيب انا راه كنقول لك المشكل عندنا. شركه المناطق الخضراء بدات ان شاء الله غادي تكمل. جبت شكون محمد خامس رجاء باش معايا المدير قبل باش ندخلوا نهيئولو. تكون شي اتفاقيه ولا شي حاجه ندخلوا نهيئولو ما عندنا حتى شي مانع. خاصه ان الاتفاقيه راه فيها الجهه كتصور لي زيرجونس. كيمكن حنا ندخلوا نعاونوا في التهيئه ديال الطرق اللي كاينه داخل. سي يوسف القضيه ديال الصيف وكناس مع واحد ثلاثه الحوايج كما تعلم. كاين الجاريه كتجي في الصيف حنا فخورين بها. كاين عندنا الشيخ الكامل وعندنا المعرض ديال الفلاح هادو كلهم. هاد سيلو الجولان من 2005 واحد المشروع واقف. وخا الاخوان الصحفيين ما يعجبوش هاد الهضره اللي غنقول سجل السيكرمون بانه 2005 واحد البي دي او عاد علينا على الصفقه ديالو واللي القيمه ديالو 5 مليون ديال الدرهم. هو اللي غيعطينا البرنامج ديال التنقل. ماشي غنجيو حنا مع احترامي للشرطه والسلطه كنقولوا هاد الطريق دي وما تجيبش هاد الطريق نديرو فيها ستوب. هاد الطريق نديرو خص واحد لو بلون دو ديبلاسمون اوربان. هذا من 2005 عاد الصفقه خرجت. مقر المحكمه انا درس مع رامي وخسر صح ما تزيدش اكثر من هادشي ما قلتش. والمسقه الصالحه من بابا كاين غير ديك المكان راه خصهم جوج من الاماكن وحده اخرى كاين حتى غدا علاش ما دارتش بدا والله يدي ما ندخلوش التفاصيل. انا هذا الموضوع استبخت فيه لانه ماشي غير رؤيه حتى الارض هذيك الارض ديال الجماعه اغتصبت منها بتهاون بل بتواطؤ. خلينا نكونوا واضحين بالكره مشات في يناير والعمليه دازت في ابريل. هذاك التواطؤ منكر باقي الدم ديالنا هذاك ما خصش توقع بغض النظر واش حجب الرؤيه راه هذا حجب علينا حجب علينا هذه هذه اللي مابقاتش عرفنا هذه اللي انتم دابا فيها راه مابقاتش تابعه للجماعه بهذاك القرار. ثقافة المراحل اللي تكلمت عليها سي يوسف حنا غادي فيها مداخل الجماعه هاد الاسواق برج واحد جوج وفساتين والباب جديد والمرجان انا قلت راه تبنى 5 مليون 300 مليون مداخل حتى غاصب باستثناء مرجان جوج. هذاك مرجان جوج فيه 42 محل 36 اللي خدامه 6 باقيين اللي ما خدامينش. كاع الاسواق اللي كان فيهم الروكازمو كلهم خدام. ولذلك انا هاد السياسه لاحظتو داير في البرنامج عمل الجماعه داير غندير ثلاثه د النماذج وغادي نديرهم بعد تكون الصوره واضحه. لا هادوك اللي داروا قبل 2003 قبل 2002 98 ما خدامينش ولا اللي داروا في 2003 و 2008 2009 ديال بالكره ما خدامينش ولا هادو اللي كدير السلطه دابا كنقول ما غيخدموش الا اذا كانت الاراده باش السلطه والمجلس تحمل مسؤوليته في حمايه الملاك. اما حنايا دابا شنو اللي كيوقع؟ كيخرجوا في الحسيمه تنميكو حنا هنا كيخرجوا في جراده ما كنقيسو السكاكين. هذا الوضع الاجتماعي حنايا كناخذوه بعين الاعتبار. من حدنا ما غاديوش امور معقوله وهذا الشيء غادي لذلك ما غيتحلش السي يوسف سجلها بسميتي ما غيتحلش المشكل حتى يكون قرار صائب ومعقول ويكون اتفاق. لانه هاد الاسواق اللي درنا في 2004 ستة الاسواق حوالي 3000 واحد اللي دخلوا ماشي دخلنا لهم الناس خوات الدنيا. تبدلت السلطه ولا الامر كما هو تبدل المجلس ولا الامر كما هو. فلذلك ما تعولش ان هادشي غيتحل الا بارادتين دائمتين منسجمتين للمجلس والسلطه. احتلال الملك العمومي عماره لاسيندا والضوء والضوء والنهار والدهار شاعر على حساب المال المحتلان. عماره لاسيندا عماره لاسيندا سي يوسف انا ما عرفتش كيفاش دقات عليك هذه النقطه
احنا انا في الدوره 2016 لعنا الدوره في فبراير او ماي دوزت اتفاقيه مع الاموال واللي فيها انها هي اللي غتهتم لنا بهذاك الشيء وهذاك الصندوق والاتفاقيه ديال 80 الف وهذاك الشيء وشحال باقي فيها شي كيقول 300 مليون شفت واحد شي كيقول ما دخلش هذاك التفاصيل. انا عندي ارض وعندي عمارات بشنو اخر ما كاين هما دارت ليكسبيرتيز ال بي دو زو عطاهم خيار الدعم لان تبنات في الثمانينات الدعم خصو 3 مليون ديال الدرهم الهدم والبناء خصو 5 مليون ديال الدرهم جابوا لي القرار من الناحيه السياسيه حيت كاين عندي صحفيين غادي يشدوا فيا قلت انا ما غنهدمش لان غنهدم غيقولوا هدم الملعب قلت لهم اصلحهم يبقاو تما حمر وتصوبوا ولا نهدمهم واخا نهدمهم ونبنيهم الثمن غيكون تقريبا تقريبا فانا القرار اللي اتخذ لهذه الساعه هو الدعم الوقايه المدنيه وما دخلت في المنتدى المنتقى الاقتصادي المنتقى الاقتصادي هذيك الاتفاقيه 50 مليون باقي ما حطيناش وزنا الاتفاقيه الفلوس باقي ما دارش داروا المؤسسه كان افتتاح بالمكناس كان افتتاح فاس وكان الخاص بالمكناس العام الجاي لا بان ان الافتتاح يكون بالمكناس والخاص يكون فاس ما وقع امام رئيس الحكومه هو انه للاسف الشديد دابا انت كتاخذ لي انا كنت مصرح على برا انا كنت على الشركاء انا معاك في الشركاء انا معاك انا معاك اسيدي انا معاك انا كنت غايب كنت على برا في مهمه دبلوماسيه هذاك الشيء اللي دار تما حتى رئيس الحكومه بالفعل اخذت به علما منين كان الختم هنايا راه انا نقول لك راه المشكل عندنا قلت تكتبوا شويه كتبوا راه المشكل عندنا حنا لانه فاس كل شيء نزل السجوان البرلمانيين رؤساء الجامعات القطاع الخاص السياحه كل شيء نزل الختم اللي جينا لهنا كل شيء مستدعي 500 استدعاء اللي وزعوا الاخوان ما حضروش الناس نائب رئيس دولة حاضر شوف انا انتم ما فايدة هذا مشكل وتغيير الصحافة انا رئيس جماعة مش رئيس الملتقى سي بن دياب البشاشة لكن هو خاف انت سي رئيس تمسكوها لا ديك هذيك لا هذيك الصورة ديالك هذيك الصورة ديالك أنت تعطيت هذيك القراءة حنا غادي كنجريو حنا غادي كنجريو أنت درتيها بهذيك الطريقة زعما لا ما صورتش أنا ما حضرتش كاع لا ما عرفتش لاباري إلا غتاخذ ديك الصورة أرجوك سي هشام اللي هو مستشار من البار محترم معنا في المجلس وفي الغرفة كاين إخوان آخرين راه حضر معنا السي عباس حتى هو في الغرفة هما اتفقوا داروا لجنة هذيك اللجنة في مكناس كيترأسها هشام القايد هشام القايد دار ما عليه دار لقاءات دار التنسيق دار كذا هذيك اللحظة كنا غادي نستقبلوا الرئيس ديال نائب رئيس ديال كابو رئيس الدولة أنا نديروا لها قراءات كارد كور بالعكس انا مساعد كونغارد كور ديالهم وتغييرهم من اجل خدمه هذه المدينه مش كيما شي الصور في الطريقه باش المشكل هو في العمل مقبره الغفران انا قبل ما تجي تكلمت عليها شنو المشكل ديالها ودرنا نزعمي لا 10 دكتورات لا الاملاك المخزنين ولا ديال الخواص المسطره باقا ما كملت فاذا انا كنجهز ملي بديت كنجهز جاو الاخوان كيقول لك انت دابا كتجيب غير القطاع غير سميتو عليه لا ماشي فيا غير الناس اللي باغيين يديروا الخير كيديروا يدهم تما خصك دير صفقه قلت انا ما باش ندير صفقه لانه هذيك نزعم ما كاينش دابا انت غيديروا لي اعتداء مادي غنولي مخلصه مرتين مخلص اعتداء مادي مخلص نزعم ما كاين هادشي علاش ما خصهاش ولكن دير مويا عندي على الاقل 60 مليون باش ندير الامور الاساسيه كاينه دابا انا باقي فيها وغنديرها ان شاء الله غندير التصوير غادي نديرو ان شاء الله باش نبنيو كحيط ما يمكنش لان انت كتعرف بان هذا غنديرو واحد النوع ديال السياج لان اللي كيهمني انا جوج الحوايج الكلاب
والكلاب الدرجه الاولى لانهم كيدخلوا كاين هنا والبهائم ما يدخلوش. اما كون ان ما فيهاش حراسه وما فيهاش امن، الحراسه حنا اللي يبنيها كاين اللي يبني، ولكن دابا حنا كنقلبوا ملي تكون متكامله عندك الساعه نفكروا لا في الحارس ديالها ولا في غيره. حنا ما عندنا حتى شي مانع، الاخوان داروا جمعيه تما كيقول لك باش نسكروا على الجمعيه، انا الساعه نلصق مع الجمعيه والساعه نخليها لهم هما يقابلوا، ما عندي مانع، ولكن راه هذيك راه اللي عندي بقى علينا الضغط 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 خصنا نبداو فيها. حنا بدينا وعاوتاني ما يضغطوش عليا بزاف لانه انا غنطيح بمتاهه. دابا القيمه ديال نزع الملكيه وليها الا دخلت في اعتداء مادي غتولي لي جوج مليار، تبغيوها لي؟ لذلك خلينا نمشيو شويه بشويه، راهما كيدفنوا، حددنا الاماكن، خرج المجلس العلمي معنا، حدد القبله راه كيدفنوا، فيه دابا يعني واحد العدد لا باس به اللي كيتدفن، حنا غادي كنقلبوا، حنا شويه بشويه كن. الله يهديك. نعم استاذ. بحيث ما غاديش نقول لك مقبره رائعه فيها غنمشي، راه دابا المشكل غير ان باقى الارض ولات فين كانت، اما غنشوف باش تكون نموذجيه بالتشجير ديالها بالممرات ديالها بالمصله ديالها، هادشي كله غادي غير كنقول لك دابا ما يمكنليش ندير فيها صفقه. كان انا باغي نخدم، راه كنخدم باش ندير فيها هادشي، كاين الناس اللي مستعدين يعاونوا، الاخوان كيقول لك لا ما تبقاش تجيب لنا الناس اللي بغينا، حنا بغينا الجامعه هي اللي تدير شويه. ممرات الراجلين ما بين الشارع محمد السادس والبرمجه هو في اتفاقيه داخل، غير هو الدور اللي ساعه بعد الجيش الملكي الدور على لاكرون سانتيم، بعد لاكرون سانتيم كاين محمد السادس، وكاينه هاد الشارع هذا ديال اللي كيدير القصر على عبد الرحمن الزيدان، ولكن هو في الاتفاقيه كاين، راه كاين في الاتفاقيه محمد السادس. ممرات الراجل بين الاناره والامان بالفعل حدا المرسيدس، حدا المرسيدس كاين اشكال، حنا علاش حنا هبطناه واحد شويه باش هذاك اللي كيكون جاي بواحد السرعه باش تجي توقفوا في صعيبه، فحنا بعدناه واحد شويه لا من قبل ولا من بعد، ولكن هاد كوننا نعالجوها ما عندي مانع باش نعالجوها باش يكون ما بين الامان والاناره. هاد القضيه ديال الزباط حفر السيارات والقادوري وهادشي، وانا هو الزباط هذوك راه كياخذوا فلوس الجماعه، راه يقول هذا راسي بغاش انا غير يخلصوا الجماعه ما كيخلصوش الجماعه. اش كنقول لك دابا هاد الزطار، دابا حنايا ولينا حنا ملي كنبغيو نديرو النظام، ملي كنديرو حنا النظام كنوليو حنا اللي في خطر، كنوليو حنا اللي استخر، في حين ان هذيك راه اموال ديال الجماعه حنا في راسنا، والاخوان مشهورين ديال القسط على راسهم بسين ميلودي داروا كاع الاحصاء، هذا البشر اللي كاين كاع شكون هو فين جا كاين كيف شكون جا وشكون حطو واش عنده واش هو عنده هذيك الشغل ولا كاين شغل اخر تيقول له عنده عندنا على الصفقات لا دوك يحتجوا ها الوقفات ها الصحافه لا هذوك راه هما هذوك راه عندهم سنين هما كيحطيو كيقوموا بعمل جليل واش تحيدوا لهم هذاك الشيء. حنا مفتوحين لاي اقتراح، قلنا له نديروا شركه قال لك واخا مش عاو ما رجعوش. منين كنديرو حنايا الاعلان كينوضو دابا، انا قلت الاخوان ديرو اعلان ما كيتبعونيش، هاد السيد ميلودي راه ما داروش، دار غير قال لك راه نبداو شويه بشويه باش ما يكونش دار خمسه د البلايص، اما انا دار قلت الناس كلها واللي بغى يوقع يوقع نحيد اللوم عليه وندير لي بانو نقول ديرها الجماعه ما كتخلصش. شي اخوان صيفطوا لي في الواتساب مراكوش دايرين هذيك البلايص، انا نديرها من غدا، ولكن واش نخلي المواطن اللي يضرب مع الكخينه؟ فباغي ندير انا واحد جوج نماذج، عندي هذاك النموذج اللي حداكم ميزانية سونترال، وعندي النموذج ديال باب الخميس، غادي نبدا اليوم ندير فيه مباريات، وخا باب الخميس راه تكرا،
فكنقولوا حنا ندخلوا شويه بشويه. اما هذا مشكل حقيقي عندي، وهذا هو اللي دفع لي كنرخص لبعض الخواص باش يديروا حتى هما اماكن الوقوف ديالهم. علاش؟ لانه ما كتخلص ما كتخلص. اللهم عند واحد كيخلصني على الاقل 200 درهم في الشهر، وانا واحد ما كيعطي حتى درهم. فهذا مشكل، حطيت يديك على واحد المشكل عندنا فيه الشكل الاجتماعي على راسي وعيني، ولكن فيه الشكل اللي الجماعه كتضيع الوقت. حنا راه جينا في 2004 جبرنا ما كان شحال كندخلوا واحد الشيء كذا 30 مليون كاع في المجموع، رفعناها 250 مليون. ها؟ فلذلك اليوم عاوتاني ما كندخلوا. فلذلك هذا الامر اللي ترتيب حنا عندنا هاجس غادي نعلنوا عليه، وكنتمنى الاخوان باش ياخذوها بعين الاعتبار. سي عبد الطيف تجار السوق زياده هذه. نعم. انا شفت غير البشاشه الديكتاتوريه كاع ما هضرتش عليها. انت قلتي البشاشه والديكتاتوريه وعدم الاستدعاء. غير الاخ هو اللي ساعد الصحفي. اييه. علاش ما عيطتش؟ انا نسولو ويقول لي نقول لك. شنو بغا العصيبه نعطيو العصيبه؟ لا دابا سولتيني. غادي نجاوب. زعما ما يمكنش تسمع عندي شي بلاصه تقول لك هذا علاش؟ هو غادي يقول لي وانا نقول لك. إذا التجار ديال السوق هذه مساء الضيف حنا دائما في نفس المشكل. دابا جاو لي شي إخوان قال لك خصنا نعطيهم فلوس، حيت تأخرنا عليهم خصنا نعطيهم فلوس، راه فاس كيعطيهم فلوس، كيعطيهم 200 درهم في النهار. ودابا دير الإصلاح وتخلص شوية بشوية. دابا هما الله يكون في العون، هذيك الصفقة قليلة 150 مليون ماشي شي حاجة كثيرة، وهذاك اللي خدا جوج مليون صافي 250 مليون. هذاك اللي خدا الصفقة عنده إشكالات، هما راهم كيعاونونا حاضرين له المسمار. شتي المسمار؟ حاضرين. واش دار المسمار ديال ستة ولا المسمار ديال جوج؟ حاضرين. وهو كان عنده أخطاء، عنده الأمور اللي تأخر فيها، وهما ضروا، كنأكد بأنهم ضروا خاصة خلال رمضان، ولكن شي حاجة اللي غيتصوم دابا راه كيبان في الحملة مزيانة. ملي يتصوم هما اللي كيفرضوا علينا، كيقول لنا ما تقيسوش جهة أخرى حتى من بعد العيد، وما يمكنش. لأننا هذه الصفقة فيها واحد العدد ديال الشهور وعدد ديال الأيام، وكيقول لي لا ما يقيسوناش حتى ندوزو العيد. فأنا عاوتاني عندي الإكراهات، فلذلك الله يكون في العام ديال الجميع. ولكن الصفقة غادي نديروها إن شاء الله، وغادي نكملوا هذاك الشيء، ويكون السكة كينباع الجائلين. لالا جميلية تكلمت عليها، التضامن جوج وضعية ديالها وديال الملعب القرب، هذه كانت مصلى، أنت عارف درنا فيها دابا شوية الألعاب، هذيك الحديقة ما مهيش صحيح. إدريس العالمي دائما مقوق للراس هو والإخوان تما، لأنه راه حنا درنا فيها الألعاب دابا، تهيئة ديال هذا الكون يكون ملعب يعني تمانعين، واش غيكون في غيكون مكتمل أم لا. أما فلوس ديال باش نديروا ملعب ديال القرب ما عندها حتى شي إشكال باش نديروا إن شاء الله. نسبح البلدي ما فيهش الوقاية، صار بعيد. انا غنتاكد واش كاين ولا ما كاينش، لو ما كانش غنرسلو باش يكونوا مشغول الوقايه. اعتذر لكم اذا صدر مني شي حاجه اللي ماشي في تستحق ذلك، وكنتمنى ان شاء الله كاملين نخدموا المدينه ديالنا كل من موقعه كل من الطريقه ديالو، وحنا كنا هذا السي سي عزيز فاشل كيقول لي تمت مهاتفة جميع المعتمدين منهم من تم التواصل مباشرة ومن تم التواصل برسالة، وحتى أحد من المعتمدين لم يتم إخصاؤه عن عمد. اللهم لا تكلفني ما لا طاقة لي به. ما لا طاقة لي به. لا واش عيطتي لي زعما؟ لا أنا دابا خلينا عليك. لا لا ندير. لا دابا هذه خلينا تنعالجوها معاك. صافي انت سولت هذه سؤال السي الرئيس الله يعطيك الصحه، المساله ديالي انا فاش هضرت عليها مساله ديال الاحصاء، ان هو صحفي ما تقدرش على المعرض، تقول بان السي فشاد فشاد عفوا ولا فشاد اتصل بها الصحفي ثلاثه ديال المرات وتاكد على المراسل، انا ما اتصل بيا ما صيفط لي رساله،
طيب السيد الرئيس شوف لا اسمعني اسمعني نختم السيد لو كاين واحد الوقيته حنا الاخوان كيقول بانه السي كيبلغنا التحيات ديال السي محمد البوحات مدير السودان والذي سيعطي اشراف استقبال الرئيس السوداني ويتضمن لكم استقبال مناسب عند عودته بعد اداء مناسك الحج على مد درجته الهوائيه. السي البوحات جا قال لي خصني دعم قلت له دعم شخصي مرحبا دعم ديال بوحدك عندي صعوبه لكن عن طريق الجمعيه مرحبا جا مع السي رشيد الطربي كيقول لك اودي نديروا شي حاجه اللي انا ما عندي حتى مانع الشكل اللي بغا دير الدعم نديرو معاه خصني انا حتى دابا نعم خصني شي طريقه قانونيه. اما احنا السي البوحات فوق راسنا وعينينا ومنين غايجي ان شاء الله ان شاء الله عين تخرج كاش غادي يجي ونديروا له الاستقبال يا لي قومي. شكرا لكم وفي هذه الجلسه.